الامن المركزي واقف وبيرجع لورا وبيتفرج. الناس اللي اتقتلت في الملعب مين اللي قتلها؟ هو ده السؤال. مره يقولوا مندسين ومره يقولوا عناصر خارجيه. ثورتنا في خطر عظيم. سياسيه ومسؤوليتي السياسيه هي التي ابقت علي بالامس حتى اليوم دون ان اخلع ملابسي من اجل هذا الشعب. على المجلس العسكري وعلى الحكومه ان ترفع عن هذا الوضع. يمشي على طول. احنا هنا قاعدين لحد ما نموت. احنا الشعب. ايوه اضراب تاني وتالت ورابع لما الناس تاخد حقها. مش مستاهله ان يحصل اضراب فيها. عايزين بقى نحط ايدينا في ايدين بعض زي ما عملنا ثوره نوقف البلد على رجليها تاني. البدء كان النيل حابي وكانت الشمس رعى. كان الماء والشمس ولم تكن هناك أرض، فخلق راعي الأرض وجعل الفرعون ظله عليها. هكذا تقول الأسطورة المصرية القديمة في تفسيرها للحياة ظهورا ونشوءا في وادي النيل. وهكذا جاء الطغيان والاستبداد. ذهب الفراعنة وجاء غيرهم من الحكام والسلاطين والملوك والرؤساء وظل الاستبداد. ثم تأتي الثورة لتغير وجه مصر وتطوي صفحات من تاريخها. أردنا أن نبدأ رحلتنا مع مصر وفيها من هنا من العقبة، ذلك أن كل من قصدوا مصر عبر التاريخ غزاة، فاتحين، تجارا أو طلاب علم، سلكوا هذا الطريق مرورا بالأردن وفلسطين التاريخية، وأن مصر نفسها سلكت هذا الطريق عبر تاريخها القديم والحديث كلما احتاجت أن تدافع عن نفسها أو توسع نفوذها أو توطد علاقاتها مع بعدها العربي المشرقي. أردنا أن نعبر من العقبة في الأردن إلى نويبع في مصر، فاستحال علينا التصوير في الميناء الذي يعبر منه المصريون الآن إلى الجناح الآخر من الوطن العربي، وكانوا هم وغيرهم يعبرون برا من فلسطين وإليها قبل أن تقوم إسرائيل. فاكتفينا بهذه الصور من بعيد لنويبع قبل أن ننطلق في رحلتنا في مصر زمانا ومكانا، علنا نستشف واقعها الثوري اليوم باستنطاق تاريخها المغلي في القدم. كانت سيناء عبر التاريخ ممرا تعبره مصر وكل القادمين إليها. منها عبر الفراعنة فسيطروا على سوريا الكبرى وبلغوا حدود العراق. من هنا مر الرعاة الهكسوس قادمين من سوريا وفلسطين فحكموا لقرن ونصف، ومر بعدهم الأشوريون والفرس والإسكندر المقدوني والرومان والعرب المسلمون وبعض الصليبيين والأيوبيون والأتراك العثمانيون، ثم الإنجليز في طريقهم لفلسطين، وأخيرا عبر الإسرائيليون الجدد وحلفاؤهم الغربيون. وعبر سيناء عاد موسى ربيب فرعون بأول رسالة سماوية إلى مصر كما هو سائد لدى معظم المؤرخين، وإن خلفهم بعض المحدثين مثل كمال صليبي. توقفنا في دير سانت كاترين حيث يعتقد أن موسى آنس وهو عائد بأهله من مدين نارا، فقصدها لعله يأتيهم منها بقبس أو يجد فيها هدى. تكاد جبال الجرانيت البنية المحيطة بالدير أن تطبق عليه، غير أن المكان يتنفس بسلام وسكينة، ولا يكاد يقطع ذلك إلا حركة السياح القادمين من أنحاء الدنيا أو حركة أدلائهم البدو وجمالهم وهم يستعدون لحملهم إلى جبل الطور
وجواره حيث تجلى الله للجبل فجعله دكة. تدخل الدير من باب وطيء يذكر بمدخل كنيسة المهد في بيت لحم. في الداخل بنايات من كل العصور أقيمت على غير نسق. صاحبنا في جولتنا داخل الدير الراهب الأمريكي جوستين، وهو واحد من 25 راهبا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية يعيشون في الدير الآن. إلى جوار الكنيسة مسجد صغير بني في العصر الفاطمي، ومن الطريف أن الرهبان يسمونه مسجدنا، إذ يقولون إن أسلافهم بنوه ليصلي فيه البدو المسلمون القائمون على خدمة الدير. وأما هنا فهذا هو الموقع، وتحت هذه الشجرة شهد موسى النار، وعندها كلمه الله وأمره أن يخلع نعليه كما يتبدى في الصورة التي تخيلها الفنان. من عل يستحوذ على الزائر جبروت الطبيعة من حول الدير في هذا الموقع القصي. تأملنا طويلا وسط هذه السكينة، إذ تحيط أضلاع التاريخ بكل المخلوقات ويخضب السماء نفث الطائرات. ثم انطلقنا على تراخ نحو مصر على خطى موسى، لعلنا نتلمس جذور الدولة الأقدم في التاريخ وكيف أصبح الاستبداد فيها سمة لازمة معظم الوقت. أهرام مصر صنوها الذهني قديما وحديثا، خوف وخفرع وأصغرها من كورع. كل واحد من الفراعنة الثلاثة بنى لرحلته الأخروية مرقدا أزهق تشييده آلاف الأرواح، لعله يبقيه بعيدا عن المساءلة وفوق الجميع كما كان في الدنيا إلها أو ظلا لإله. والبعض لهذا يعتبر الأهرام رمزا للاستبداد، ولكن هل الاستبداد من طبائع المجتمعات النهرية القديمة كما قال المستشرقون، أم هو ما أملته البيئة والجغرافيا كما بدأ هنا في مصر القديمة قبل 6000 سنة أو يزيد، أم هو نتيجة لفكرة الحكم الإلهي المطلق التي سادت قديما؟ كل حضارات العالم باختلافاتها بدأت بفكرة حكومات الآلهة أو حكومات أنصاف الآلهة، فالطاعة الواجبة للحكم المطلق في الملك كانت سمة من سمات الشعوب كلها في حضارتها الأولى كلها، هو السبب في الحكم المطلق في العالم كله. يعني مثلا لما يقولوا مثلا في الحضارات الملوك الاتروسكيين قبل روما ان هم من الالهه، وفكره الهه الاولمب والاختلاط بينها وبين الاغريق القدامى كما وردت في الاوديسا والالياذا، في الاوديسيا والالياذا، ده تبرير السلطه المطلقه. يعني هو اللي هنا السلطه مطلقه لانه تطور الانسانيه لم يكن يسمح بغير هذا، تبريره بأن دول يا إما آلهة يا إما من عائلات آلهة يا إما ضمن الهيراركية بتاعة حكومات الآلهة. فهذه الأهرامات هي أيضا هبة النيل، لولاه لما نقلت صخورها من بعيد ولما كان هناك فرعون يضبط الماء والأرض وحركة الناس. فالبيئة النهرية المحصورة في شريط ضيق تحده صحراوان شرقا وغربا أساسها ضبط الماء والتحكم فيه تحقيقا للعدل، فكان لابد من فرعون ونظام اجتماعي سياسي والتنازل عن حرية الأفراد طواعية، فنشأت سلطة عامة أقوى من الجميع فأسرفت واستبدت، وأصبح استبدادها وتحكمها في الماء مسوغا ودفوعا في وجه من يتحدى، أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته كما قال فرعون لموسى. الفرعون يوزع الأرض والماء وينشئ الترع والسدود ويرعى الري، وإن ضعف أو أهمل سادت الفوضى. الفرعون حاكم وكاهن وإله، والبلد كله ملكه قطاعا عاما وخاصا، وما الفلاحون إلا عبيده وسخرته. ولا أدل على ذلك من المثل الفرعوني القائل: للإنسان ظهر وحين يجلد ينصاع. هنا طغيان أوتقراطي يسترد كما يقول الراحل جمال حمدان إلى البيروقراطية والدين والعسكر،
أما القاعدة فهم الفلاحون. وكي نستكمل الصورة، قصدنا الأقصر عاصمة الممالك الفرعونية الوسطى في الوجه القبلي على بعد 500 كيلومتر أو يزيد جنوب القاهرة، وسلكنا طريقا صحراويا بعيدا عن النيل، فتبدت لنا قسوة الصحراء المصرية وما فيها أيضا من ثروات يمكن استغلالها. وإذ تتقدم نحو الجنوب، تأخذ الطبيعة على جانبي الطريق تشكيلات طبوغرافية كأنما أعمل نحات ماهر إزميله فيها، فبدت مثل تماثيل تهيئك لما سوف تشاهده في معابد الأقصر. في معبد الكرنك هذا ينتصب 134 عمودا فيما يعرف بصالة الأعمدة. هنا كان كهنة طيبة يتمتعون بدور كبير وثروات هائلة وإقطاعيات شاسعة، حتى إن كبيرهم حرور تصدى ذات يوم للفرعون الذي حاول تقليص نفوذه فأطاحه وحل محله. وما نراه اليوم من كتابة هيروغليفية على الجدران والأعمدة والمسلات يسطر في الغالب تاريخ الفراعنة وآلهتهم ومعاركهم وقتل أسراهم، ويجسد العلاقة بين الفرعون ورع على أنها قلب مصر ورئتها كما يظهر هذا النقش. ذاك الزمان كانت طيبة هذه شامخة على رأس الدنيا، تحكم وتنتج البرد والسكر، أما اليوم فإنها ما تزال تنتج السكر وتعيش على أمجادها الغابرة والسائحين فيها. ما تزال آثار الفراعنة تثير الدهشة والخوف في نفس من يراها. إنها رمز للحكم المطلق استقر في التاريخ المصري منذ القدم، وما تزال تؤثر حتى اليوم في نظرة المصريين إلى الحاكم وفي سلوك الحاكم نفسه تجاه شعبه. ما كان الفرعون ليترك كرسي الحكم حتى يموت، وهكذا درج كل من حكموا مصر حتى يومنا. فهل تغير الثورة هذا؟ حين أهمل الفراعنة شعبهم وأسرفوا في الظلم، يقول لنا التاريخ إن عمال جبانة طيبة أضربوا بسبب الجوع، فلجأ الفرعون إلى الأغراب ليحمي نفسه، فجند الأغارقة اليونانيين وبذر بذلك بذور فنائه، فحط الطير على رؤوس رموز الاستبداد. واليوم لا يجد أبو الهول في معبده الخاوي من الكهان من يخيف حتى الغربان، لكنه ما زال رمزا لجبروت أنجزت الكثير من صور الحضارة الإنسانية، لكنها استبدت وأهملت المصريين والنيل، فجاء الإغريق المتوثبون آنذاك، فطويت صفحة الفراعنة أبناء البلاد الأصليين، ودخلت مصر منذ ذلك في حكم الأغراب من غير المصريين لقرابة 2000 عام. البطالمة دول عملوا دولة كويس مستقلة، وعملوا أسرة ذات أصول يونانية أو مقدونية صح يعني، واستقروا وأصبحوا أسرة مصرية، ولاد كليوباترا السابعة ابنة بطليموس الزمار كويس. دي دولة مستقلة كان لها مثيل في أجزاء كتيرة من العالم، بحق أنه كان في حق سياسي معترف به يعني في العالم أنا ذاك اسمه حق الفتح. وأسرة من هنا تروح تعمل يعني حكم وسلالة حاكمة من هنا، والناس كانت شايفة أن ده طبيعي بحكم مفاهيم تلك العصور. كان الإسكندر المقدوني يريد أن يحمي ظهره، إذ يصارع الفرس ويستعد لاجتياح إمبراطوريتهم، فجاء مصر وهو يدرك أهميتها موردا للغلال والسكر والورق، وأنشأ على المتوسط مدينة أعطاها اسمه بل وتأله كالفراعنة. مكتبة الإسكندرية القديمة أكثر ما يذكر بعد اسم المدينة بالإغريق البطالمة الذين حكموا 1000 عام. هذا هو الفاليري صاحب فكرة إنشاء المكتبة، وهذا بطليموس الجغرافي ذائع الصيت. في العهد
الإغريقي كانت مصر كيانا موازيا للجناح الآخر من إمبراطورية الإسكندر في أوروبا وأسيا، غير أن البطالمة أثقلوا أهلها بالضرائب ونهبوا خيراتها واصطدموا بالشعب، ثم انتحرت كليوباترا آخر ملكاتهم أمام زحف الرومان، وظلت مصر بعد ذلك لأكثر من 900 عام نهبا لهم. صحيح أن المسيحية دخلت مصر في عهد الرومان، إذ يقول الأقباط إن العائلة المقدسة زارت مصر وشرب المسيح من هذا البئر بكنيسة مريم العذراء، لكن تعصب الرومان لمذهب الثالوث جلب على مصر أسوأ فصول الاضطهاد، ولم يخلصها منه إلا الفتح الإسلامي العربي عام 639 للميلاد. نقل قائد المسلمين العسكري عمرو بن العاص عاصمة مصر من الإسكندرية إلى هنا في الفسطاط، حيث أنشأ أول مسجد في مصر وفي شمال إفريقيا. أعطى عمرو في مفاوضاته مع المقوقس كبير أساقفة الأقباط المصريين الأمان على أموالهم وكنائسهم وبيوتهم وملتهم وصلبهم ومياههم مقابل ضريبة يدفعونها حسب أوضاع الماء في نهر النيل. وقد وقع الاتفاق في حصن بابليون خلف هذه الأسوار، إذ يقوم اليوم ما سماه الرئيس السابق أنور السادات مجمع الأديان. وما زال مسجد عمرو بن العاص عامرا حتى اليوم على هيئات ترميم جديدة، وفيه درس ذات يوم عمر بن عمرو بن العاص والإمام الليثي والإمام الشافعي. كان لتسامح المسلمين أثر كبير في نفوس المصريين، وازدهرت في عهد عمرو أوضاعهم الاقتصادية، واحتفظوا بديانتهم ولغتهم مع أنهم أصبحوا جزءا هاما من إمبراطورية مسلمة، إذ أضاف الفتح لهويتهم بعدا عربيا إسلاميا إلى جانب البعد القبطي المسيحي. إذا بنتكلم عن الفترة الإسلامية الأول، المواطنة هي الدين، وانت ما دمت مسلما في دار الإسلام، ما دمت مسلما في دار الإسلام، فلك الحق في أن ترحل في طلب الرحلة، لك الحق في أن تتولى القضاء مثلا زي ابن بطوطة ما عمل، إنك تتولى أي وظيفة زي ابن خلدون ما عمل، وزي غيره وغيره وغيره وغيره، ولك الحق في أن تحكم. وهقول لك مثل كويس قوي، لما العثمانيين احتلوا معظم العالم العربي من الشام لمصر مش عارف ايه ما عدا المغرب الاقصى اللي هو المغرب حاليا، ما كانش في مقاومه ضدهم لانهم مسلمين. في مصر لما الفرنساويين نزلوا الحمله الفرنسيه، المصريين اعتبروهم كفار. اصلح عمرو نظام الري وحفر ترعا جديده، وعاد حفر قناه فرعونيه تربط النيل بالبحر الاحمر عبر بحر القلزم. ويقدر المؤرخون سكان مصر في عهده بحوالي 20 مليونا. ولما مات عمرو في نهاية ولايته الثانية في العهد الأموي، كانت مصر بالغة الثراء وأصبحت أهم ولايات الدولة الإسلامية، غير أن أوضاعها تدهورت في العقود اللاحقة من العهد العباسي بسبب الضرائب الباهظة والقمع، خاصة بعد أن جلبت إليها الحاميات التركية فأصبحت إقطاعا لهم. وفي عهد هؤلاء أخذت مصر تطور ما يشبه هوية سياسية مصرية في إطار الإمبراطورية التي تضمها، ولعل ذلك كان واضحا في عهد أحمد بن طولون الذي توسع إلى سوريا وجعل من مصر دولة ذات استقلال ذاتي عن بغداد العباسية، تتمتع باقتصاد مزدهر إذ كان الحاكم كريما وخفض الضرائب وحقق العدل. ولما مات قيل إنه ترك خزينة عامرة ب10 ملايين دينار وأسطولا تجاريا به 100 سفينة. تدهورت أوضاع مصر الاقتصادية بعد وفاة ابن طولون بسبب نزاعات العسكر الأتراك وفساد نظام الضرائب، إلى أن تولى محمد بن طوغ الخشيري فأعاد الأمور إلى نصابها ووسع سيطرة مصر إلى مكة والمدينة إضافة إلى سوريا.
استحل عصر جديد بقيادة الفاطميين القادمين من تونس غربا ليوسعوا رقعة دولتهم الإسماعيلية إلى مصر. ولعل الجامع الأزهر بناء وشارع المعز في القاهرة أكثر ما يذكر بالفاطميين في مصر. وفي عهدهم استقلت مصر أيضا عن بغداد، بل وتصادمت معها على النفوذ وتوسعت مرة أخرى على حسابها. أوفد السلطان الفاطمي المعز لدين الله جوهر الصقلي لاحتلال مصر، ووقعت مرة أخرى تحت حاكم من غير أبنائها مع جيش جديد قوامه من البربر والنوبة خلافا للعهود السابقة. والصقلي هو من أنشأ القاهرة واتخذها المعز عاصمة له ولإمبراطورية تضم شمال إفريقيا وسوريا والديار المقدسة في مكة والمدينة وصقلية. ثم تفلتت ولايات الدولة من بين يدي الفاطميين في شمال إفريقيا وسوريا والحجاز، وظلت معهم مصر تعاني من ضعف الحكام اللاحقين وبطشهم بأيدي جنودهم البربر والنوبة. وهنا تدخل الحملات الصليبية المشهد، فيعجز الفاطميون عن المواجهة الفاعلة، ويأتي صلاح الدين منقذا للأمة من الصليبيين بعد أن دالت له مصر الفاطمية وعاد حكمها لأهل السنة بعد قرنين من مجيء الفاطميين. كان صلاح الدين كرديا وليس مصريا، وكان مشغولا بمشروع إسلامي يأنف بذخ قصور الفاطميين، فبنى هذه القلعة لتطل على القاهرة، وقدر له المصريون انتصاراته في بعض المواجهات مع الصليبيين كعادتهم في احترام وقبول من ينجح في الدفاع عن بلادهم ويرفع الظلم عن أبنائها. توج صلاح الدين حياته بانتصاره على الصليبيين في معركة حطين عام 1187 وحرر القدس، لكن المرض لم يمهله، فقضى تاركا مصر أهم ولايات العالم العربي المسلم وفي وضع اقتصادي منتعش تسيطر فيه على تجارة التوابل عبر البحر الأحمر، وتستفيد من إصلاحاته ومن تبعوه من الملوك لنظام الري والسدود والقنوات على النيل. ويعود الفضل للأيوبيين في إنشاء سلسلة من المعاهد العلمية التي جعلت مصر قبلة لطلاب العلم، وخاصة الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون وأدخل إليه الأيوبيون المذاهب السنية، وما يزال حتى يومنا يطلع بدور هام في حياة مصر والعالم الإسلامي. أنت في حضرة الجامع الأزهر، أنت في حضرة العز بن عبد السلام، أنت في حضرة منبر من منابر العلم والجهاد حسب مصطلحات السلف، أنت في حضرة منبر من منابر العلم والمقاومة حسب مصطلحات العصر. يطل المماليك على مسرح مصر للمرة الأولى في عهد الأيوبيين الذين استقدموهم رقيقا مقاتلين من أصول تركية، فأنقذوا ملك الأيوبيين ثم قضوا على سلالتهم وتولوا بعدهم حكم مصر. وهؤلاء هم من قاد جيش الكنانة هنا في المنصورة ليواجهوا حملة لويس التاسع الفرنسية الصليبية القادمة عبر دمياط، فيهزموها شر هزيمة بقيادة الظاهر بيبرس عام 1249، ويؤسر لويس التاسع ويسجن هنا في دار ابن لقمان قبل أن يفدى. عبثا حاولنا إقناع هذا الرجل قيم متحف دار ابن لقمان كي ندخل ونصور مكان حبس لويس، فأبى بحجة أن المتحف قيد الترميم منذ 15 عاما كما أسر لنا أحد مساعديه. ومعركة المنصورة تذكرنا بالدور الكبير الذي تولاه الأزهر وشيخه العز بن عبد السلام في حشد الناس لمواجهة الصليبيين. في الأحياء والطرقات والسرادي، الجزيرة في كواليس الثورة السورية مع الثوار، ترصد تتابع
وتنقل أناشيد التحدي. يا عاصمة الثورة يا حمص العادية ودم ولادك والله ومشعل للحرية. يعاد الأحد في 10:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. مرة أخرى تدخل مصر بتولي المماليك الأمر تحت حكم قوم غرباء عنها عرقا ولغة، لكن المصريين قبلوهم إذ أنقذوا ديارهم من الصليبيين، وتعزز قبولهم الشعبي إذ هزم المماليك عام 1260 في معركة عين جالوت المغول القادمين من الشرق والذين دمروا بغداد وأنهوا الخلافة العباسية عام 1258. وفي شارع المعز بالقاهرة ما زال تاريخ الفاطميين يمتزج بتاريخ المماليك. هنا مجموعة آل قلاوون الأسرة المملوكية التي أسسها محمد بن قلاوون إذ خلف بيبرس على رأس المماليك في مصر. في عهد محمد بن قلاوون بلغ سلطان المماليك ذروته وظلت سلالته في الحكم لمئة عام أو يزيد. وقد كان قلاوون هذا رغم حزمه كريما مع الشعب، وازدهرت في عهده أوضاع مصر إذ بنى المستشفيات والمكتبات إلى أن اغتاله أعوانه المماليك، فخلفه ابنه الناصر المدفون تحت هذه القبة بما فيها من إبداع فني يدل على رفعة الذوق الفني المملوكي. وفي عهده أيضا ازدهرت مصر وكانت سيطرتها تمتد إلى بلاد الشام كاملة. أما بعد ذلك فسادت بين سلاطين المماليك الخلافات والانقلابات وعم الطاعون وأرهقت الضرائب الناس، فكثرت الثورات سوى فترة قاتباي إذ شهدت البلاد بعض الازدهار. وإذا أهمل المماليك أمن مصر في جوارها من البلاد انقض الأتراك العثمانيون من الأناضول عليهم وهزموهم في معركة مرج دابق الشهيرة وقضوا عليهم إلى الأبد، حين علق طومان باي آخر سلاطينهم هنا في باب زويلة، وكان حكمهم آخر استقلال لمصر حتى العصر الحديث. أصبحت مصر بعد ذلك جزءا من الإمبراطورية العثمانية، غير أن بواقي المماليك احتفظوا بدور سياسي حقيقي وكانوا كثيرا ما يتمردون على العثمانيين، وظل دور بهواتهم كما عرفوا قائما حتى جاءت حملة نابليون عام 1798. نزل أسطول نابليون وقوامه 50 سفينة حربية في الإسكندرية، وهنا في رشيد حيث ما تزال بواقي تحصيناته قائمة على هذا التل، ولا يأبه هؤلاء الرعاة وأغنامهم لها. وقد رافق نابليون علماء عديدون، واكتشف أحدهم ويدعى شامبليون حجر الرشيد الذي فك رموز الهيروغليفية المصرية وفتح كنوزها أمام العالم. وهذه نسخة من الحجر في متحف رشيد، أما الأصلية فهي في المتحف البريطاني بلندن. وفي متحف رشيد أيضا نسخة من عقد زواج الجنرال مينو القائد الثالث لحملة نابليون من سيدة مصرية تدعى زبيدة أسلم وتزوجها. وما تزال تعرض في رشيد بعض المدافع التي خلفتها الحملة التي ثار عليها المصريون رافضين عروضا من الإمبراطور بتطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في بلادهم قبل أن تتدخل بريطانيا حفظا لمصالحها وتهزم نابليون في معركة أبو قير قرب الإسكندرية، ثم تعين العثمانيين عام 1801 لإخراج الفرنسيين تماما. وتدخل مصر عهد محمد علي فيحدث تغييرا جوهريا في تاريخها. صورة من خيال الفنان محمد علي الألباني الأصل اختاره علماء مصر مرشحا أفضل لحكمهم
عام 1805. مرة أخرى حاكم من غير المصريين. ولعل أول زيارة للقاهرة تظل ناقصة إن لم يعرج المرء على القلعة، حيث قضى محمد علي على المماليك وليشاهد واحدا من أعظم الآثار التي بناها الرجل. هذا المسجد الذي يحمل اسمه ويدل على رفعة ما بلغ وقدرته على منافسة سلاطين الدولة العثمانية حتى في تشييد مساجد تبز مثيلاتها في الآستانة. فطن علي لضرورة أن تصبح مصر أمة زراعية وصناعية تستفيد من تصنيع إنتاجها الزراعي وتصنع سلاحها وسفنها الحربية والتجارية بنفسها حتى تواجه خطط الطامعين فيها مثل الإنجليز. هذه القناطر من مآثر محمد علي إذ أولى الزراعة اهتماما كبيرا وفتح سلسلة من القناطر والترع والطرقات أملا في أن يستفيد من تصنيع إنتاج البلاد من القطن محليا، ما أتاح زراعة الأرض بثلاثة محاصيل في العام، مع أن هذا أرهق الفلاحين واستنزف الطاقة البشرية. وأدرك محمد علي كذلك أن على مصر أن تكرس وجودها فيما حولها حتى توجد لنفسها الأسواق وتضمن أمنها، فاستغل طلبا من السلطان التركي فغزا الحجاز وهزم الوهابيين عام 1818، وعين ابنه وجنراله الفذ إبراهيم باشا واليا هناك، ثم تحول نحو السودان لعله يجد الذهب والجنود حين منعه الباب العالي منها. ورغم خيبة أمله فإن احتلال السودان حول ملكه لشبه إمبراطورية، ولم تعد مصر مجرد ولاية عثمانية، ما أغار عليه صدر السلطان. وكان محمد علي أول من جند الفلاح المصري في الجيش وسمح للمصريين بالترقي للرتب المتوسطة، وكان هذا ما يحتاجه من أجل حروبه في كريت وقبرص واليونان وسوريا، فأصبح الجيش أداة التمصير الأولى، حتى إن ابنه إبراهيم أراد إيلاء كل الرتب للمصريين، وكان يقول إن شمس مصر لفحته منذ ولادته ولا يستطيع العيش في غيرها. وفي عهد علي وابنه مصرت إدارة الدولة للمرة الأولى، وأوجد الرجل دولة حقيقية من ولاية عثمانية، وقدم للمصريين شعورا بالانتماء لكيان سياسي خاص. وفي عهده شغلت مطبعة بولاق التي جاء بها نابليون، وهي اليوم من معروضات مكتبة الإسكندرية. وكما في عهد اليونان والرومان أصبحت مصر مطمعا للقوى الكبرى بسبب نجاحات محمد علي. اجتمع عليه الفرنسيون والنمساويون والإنجليز وأغرقوا أسطوله في معركة نافارينو عام 1827، ثم حرضوا عليه الأستانة والناس في سوريا واقتربوا من الإسكندرية، فانسحب من سوريا وقنع بمصر والسودان ملكا. لم يمتلك خلفاء علي دهاءه وحنكته وبعد نظره، فأصبحوا لعبة بيد الدول الغربية، وتدهورت أوضاع مصر وضاعت إنجازات محمد علي التصنيعية والعسكرية. ولكن التاريخ جعل لابنه سعيد ذكرا مرتبطا بواحد من أعظم مشاريع الإمبريالية الغربية، قناة السويس. أقنع المهندس الفرنسي فرديناند ديليسيبس سعيد فوقع امتياز القناة التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط بشروط مجحفة في حق مصر. كان ديليسيبس يعيش في هذا البيت في الإسماعيلية أثناء حفر القناة الذي أودى بحياة 100,000 مصري حفروا القناة بأيديهم سخرة وأرهق الخزينة المصرية بديون فادحة لعقود طويلة. وهذه هي العربة التي كان يتنقل بها ديليسيبس في الإسماعيلية وبورسعيد. افتتحت القناة عام 1869 في عهد الخديوي إسماعيل بحضور إمبراطورة فرنسا إيوجين، كما يظهر في هذه اللوحة بريشة الفنان.
أدخل إسماعيل الحياة البرلمانية لمصر عام 1866 في محاولة للخروج من مأزق الديون، ولجأ للدول الأوروبية علها تساعده، فرهن بذلك مستقبل البلاد بها، وأتاح لبريطانيا أن تسيطر على قناة السويس. ثم خلع من الحكم وخلفه ابنه توفيق الأضعف شخصية وقدرة، وكان الشعب المصري يعاني من الفقر والضرائب الباهظة. في عهد توفيق ظهرت التكتلات الأولى للمعارضة الشعبية المصرية، وكان على رأسها ضابط برتبة عقيد يدعى أحمد عرابي، الذي رفع شعار مصر للمصريين. وعرابي فلاح من قرية في محافظة الشرقية، ما يزال بيت أسرته فيها قائما، وقد كتب له القدر أن يقود ما عرف بالثورة العرابية، مطالبا بتحرير مصر من الهيمنة الغربية. غير أن الخديوي تآمر مع الإنجليز لإجهاض الثورة، فحشد الإنجليز أسطولهم عند الإسكندرية وقصفوها عام 1881، وقتلوا المئات، وبدأ احتلالهم العسكري لمصر. ثم اعتقل عرابي واتهم بالتمرد، ونفي إلى جزيرة سيلان سريلانكا اليوم، حيث ظل في هذا البيت إلى أن عاد دون أن يأبه له أحد، ودفن هنا. بعد 10 سنوات عادت الحركة الوطنية المصرية للنشاط، وهذه المرة بقيادة طالب وخطيب موهوب يدعى مصطفى كامل. كان هم كامل ورفاقه أن تفي بريطانيا بوعودها وتنسحب من مصر إذا أفلست خزينتها لخدمة مصالح الإمبراطورية. وتندلع الحرب العالمية الأولى، فتتحمل مصر عبئا من المجهود الحربي البريطاني، وكان زعماؤها يأملون في أن تفي بريطانيا بما وعدت بعد الحرب دون جدوى. ظهر سعد زغلول على المسرح وقاد وفدا مصريا إلى مؤتمر السلام في باريس عام 1918، ومن يومها تشكل حزب الوفد ليقوم بدور بارز في حياة مصر السياسية. وكان عام 1919 عام الثورة الشعبية، فاعتقل زغلول ونفي مرة أخرى، غير أن بريطانيا ألغت عام 1922 نظام الحماية المفروض على مصر، وأعلنت استقلالها منقوصا بأربعة بنود. وعاد زغلول من منفاه الثاني في سيشل لخوض انتخابات عامة عام 1924، وفاز الوفد بالأغلبية المطلقة، وأصبح زغلول أول رئيس وزراء من الفلاحين، وكان همه إعادة النظر في المعاهدة مع بريطانيا. لم يدم ذلك طويلا، إذ أزاح الإنجليز زغلول، لكن تأثيره السياسي شعبيا ظل قائما في مصر لسنوات، رغم كونه طاغية في سلوكه وتعامله مع زملائه. خلف مصطفى النحاس زغلول في زعامة الوفد، فشكل حكومة سرعان ما أقالها الملك، بينما كان الشعب يعاني من الفقر وتحكم الإقطاعيين في الأراضي وارتباطهم ببريطانيا. وفاز الوفد ثانية في الانتخابات، لكن الخلاف مع القصر أجبر النحاس على الاستقالة من رئاسة الحكومة. هذا الفشل المتعاقب جعل المصريين يفقدون الثقة بساستهم، ويتطلعون إلى نموذج آخر أقرب إلى جذورهم ليقدم لهم المخرج الإخوان المسلمون. أيها الشباب، إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها، وتوفر الإخلاص في سبيلها، وازدادت الحماسة لها. كان حسن البنا مدرسا في مدرسة ابتدائية في الإسماعيلية، حيث بدأ دعوته مناديا بالعودة للدين للتخلص من السيطرة الأجنبية. ولما انتقل إلى القاهرة عام 1930، وجد في صفوف أبناء المدن أنصارا متحمسين، وأصبح تنظيمه بديلا أصيلا للساسة المتناكفين بعيدا عن مصالح الشعب. فغدا الإخوان منافسا للوفد بما لديهم من قدرة على مساعدة الناس عبر جمعياتهم المختلفة، فسرعان ما ساندتهم الطبقة الوسطى. تدا
تدهورت أحوال مصر في الثلاثينات والأربعينات، بينما كانت الحرب العالمية الثانية تدور رحاها على بعد عشرات الأميال من القاهرة. وفي تلك الفترة ارتفعت معدلات التعليم وافتتحت جامعة القاهرة، ولم يجد الخريجون العمل الذي كانوا يتوقعون، وعدلت المعاهدة مع بريطانيا، لكنها ظلت تنقص من سيادة مصر. خلف فاروق والده فؤاد ملكا، وظل الخلاف مع الوفد مصدر قلق. وكان فاروق يتمتع بتأييد شعبي، لكنه كان ضعيفا وماجنا أحيانا. فانحاز الإنجليز للوفد ونصب النحاس رئيسا للحكومة عام 42، وبذلك فقد الوفد ثقة الشعب. انضمت مصر للأمم المتحدة مع نهاية الحرب، وفي هذه الفترة أصبحت الأوضاع في فلسطين شاغلا للمصريين، وهم يرون اليهود يسيطرون عليها بدعم غربي. ودفعت مصر بجيشها غير المستعد عام 1948 في الحرب مع إسرائيل، وخسر العرب جميعا. جمال عبد الناصر، كان هذا الضابط الصاعد يقود وحدة مصرية حوصرت في الفالوجة جنوب فلسطين، وشاهد فساد عتاد جيشه وفساد ساسة بلاده وإفلاسهم. ومثل غيره من شباب المصريين، كان عبد الناصر مع الإخوان الذين اغتيل مؤسسهم وقائدهم حسن البنا عام 49 وحضروا. وقد كان الإخوان نشيطين في مقاومة الوجود البريطانية في منطقة القناة، كما قاتلوا في فلسطين. عاد عبد الناصر وكان مع بعض رفاقه ممن سموا أنفسهم الضباط الأحرار، يخططون لتغيير أوضاع بلادهم التي ألغت المعاهدة مع بريطانيا عام 51 وكانت غارقة في مشاكلها. جاء حريق القاهرة عام 52 ليكشف تماما عجز النظام الملكي، ووجد الضباط الأحرار الفرصة المواتية فعزلوا الملك، ثم عينوا رئيسا مؤقتا هو اللواء محمد نجيب. كان نجيب أول مصري يحكم البلاد، منهيا بذلك ما سميناه حكم الأغراب. وكان أمل المصريين أن ينتهي الاستبداد كما انتهى حكم الأغراب، ويأتي تداول السلطة وفقا لشرائع العالم الديمقراطي، لكن ذلك لم يحدث، إذ كان الضباط الأحرار يرون أن الأولوية هي للخلاص من الاحتلال البريطاني، كما كان الحال منذ عام 1919. وكانوا بعد أن ألغوا الدستور القائم يعتقدون أن تجربة التمثيل النيابي الليبرالي كانت تجربة فاسدة. هذه الدولة لم تكن حتى قبل 23 يوليو 52 لم تكن، كانت دولة في أواخر العصر الملكي، كانت دولة مدنية ولكنها لم تكن دولة حديثة. بعد 23 يوليو 52 في عصر جمال عبد الناصر والسادات أصبحت دولة حديثة، ولكنها لم تعد دولة مدنية لأنها أصبحت محكومة بالعسكر. في عصر حسني مبارك لم تعد لا مدنية ولا حديثة، أصبحت بامتياز دولة مملوكية. انقسم الضباط حيال ذلك، فأقصي نجيب وحل محله عبد الناصر رئيسا. وفي عام 1954 تعرض ناصر لمحاولة اغتيال اتهم فيها الإخوان المسلمون، فحضرهم ولاحقهم بشدة. وضع ناصر دستورا جديدا للبلاد، ثم ركز على الإصلاح الاقتصادي، فاتخذ أولى خطوات التأميم. وكان إذاك يفاوض الإنجليز على مستقبل قناة السويس ويقاتلهم بعمليات الفدائيين، واتفق معهم على إخلاء القناة وتسليمها لمصر عام 56. ثم بدأ ناصر يعزز وضعه زعيما محليا وعربيا ودوليا، فوقف ضد حلف بغداد وحلف السيتو، وانضم لحركة عدم الانحياز قامة موازية لزعيمي الهند لال نهرو ويوغوسلافيا بروز تيتو. وهنا توترت علاقة ناصر مع الولايات المتحدة،
فمنعت عن مصر السلاح والمال، فلجأ للمعسكر الاشتراكي آنذاك بزعامة الاتحاد السوفيتي ليتسلح ويبني السد العالي، ثم أمم قناة السويس. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لحاجة أصاب ذلك القرار بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالهلع، فشنت في أكتوبر عام 56 عدوانا ثلاثيا احتلت فيه إسرائيل قطاع غزة وسيناء، ووصلت القوات البريطانية والفرنسية إلى بورسعيد. أن المقاومة المصرية الشعبية كانت على أشدها، إن العدوان انتهى بسبب الضغط الدولي، وأدى ذلك العدوان إلى تصاعد شعبية ناصر، فأصبح زعيما للعرب بلا منازع، إذ هو في نظرهم داعية الوحدة العربية ورمز العزة والكرامة والمناضل من أجل التحرر من الاستعمار والاستقلال. فدعاه السوريون القوميون للوحدة فاستجاب مترددا، وقامت الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 وناصر رئيسا لها، لكنها وحدة تعجل قيامها فتعجل انتهاؤها عام 61 لأسباب موضوعية. ومذ ذاك انقسم العرب مع ناصر وضده، وعاشت عدة دول عربية عصر الانقلابات. في اليمن أطيح الإمام وساند ناصر الرئيس الجديد، وأرسل 70,000 جندي لليمن في خطوة يقول الكثيرون إنها كانت خطأ كبيرا، إذ تورطت تلك القوات في حرب دموية مع مسانده الإمام. وصل ناصر خطوات التأميم وانتهج سياسة اشتراكية تحت راية الاتحاد الاشتراكي العربي، وصاحب ذلك تعاظم في دور جهاز المخابرات التابع له. ورغم وقوف الولايات المتحدة والغرب عموما ضد ناصر وسياساته القومية النهضوية ورفضها تقديم المساعدات المالية له، إلى جانب معارضة بعض العرب الأثرياء له، فإن وضع مصر الاقتصادية في عهده كان أفضل مما سبقه ولحقه، إذ تعافت الخزينة من كثير من الديون، وانتعش الفلاحون وأبناء الطبقة الوسطى، وخفت أعباء الفقر عن الطبقات المسحوقة منذ قرون بفضل صناديق المعونة الاجتماعية، وتوسع التعليم بفضل سياسة التعليم المجاني في كل المراحل التي طبقها ناصر. غير أن قضية فلسطين عادت لتغير كل شيء من جديد، فتوتر الوضع مع إسرائيل، وجاءت حرب 67 هزيمة قاسية في 6 أيام لمصر وسوريا والأردن. احتلت سيناء ووقفت إسرائيل عند قناة السويس، واحتلت الضفة الغربية والجولان. لم يكن الجيش المصري مستعدا للحرب، خاصة أن ناصر رفض نصائح رفاقه بإعادة القوات المحاربة في اليمن قبل أي مواجهة مع إسرائيل. كان ألم الهزيمة قاسيا على الزعيم العربي، فاستقال معترفا بالقصور، غير أن شعبه أعاده في مظاهرات مليونية. في السنوات القليلة اللاحقة كان المصريون يريدون من ناصر أن يسترد كرامة جيشهم، فجاءت حرب الاستنزاف. وفي أيلول سبتمبر من عام 1970 توفي ناصر، إذ كان يحاول وقف المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والملك حسين استعدادا للمرحلة المقبلة. ودع الملايين في مصر وخارجها ناصر، وخلفه أنور السادات، وللقصة بقية في الحلقة القادمة.
ليست هناك أقسى من الأسر. مسكت الباب هذه اللي ضل 17 سنة أنا ما مسكتها، ما فتح الباب. أنت يومياً يمكن تفتح الباب وبتسكره وبتمسك المسك وبتسكره وبتزهق يمكن. صرنا نقول لا، ما بدنا نخلي السجن يعيشنا، إحنا بدنا نعيش السجن. في لحظة إطلاق سراحنا أحدهم ما كنت أعرفه كتير، لكن إجا لعندي قال لي بتمنى يا محمود ما تنسانا، بتمنى. فلسطين تحت المجهر خارج الأسوار، الخميس في 5:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. فيلم جون كارتر. فوجئت شركة ديزني بنتائج فيلم جون كارتر على شباك